فاكونس وترجع لروحك. في تحرق. كيفاش كانت الحرقة؟ قعدت 3 سنين وعملت وراها بشوي بشوي من 2005. قال يعطيني نمروك، اعطيته نمرويا. وهكا قال لك اعطيني نمروك، اعطيتي نمرويا. شنو؟ فرصة لا تعاد. شنفلت ومالا. أنا قصة البيئة عندي عام. نستنى في النهار هذا من 3 سنين ما روحتش. من 25 جويليا اللي فات. إي. عندي تو برسك شهر ونهارين. قداش عندك ما جيتش لتونس؟ 3 سنين. 3 سنين كاملين تبدلت عليك تونس ولا لا؟ تبدلت شوية كاك. كيفاش تبدلت بين تونس قبل الكوفيد وبعدها؟ تبدلت في وضع البلاد وفهمتي برشا خويا. خلي بيناتكم هنا. أنا باش نجي بيناتكم. مش قصدي نفرقكم أما باش نزيد نقرب بالعكس. هاي كملي. البلاد برشا عندي اليد كنت أسعار. الأسعار زادت برشا الأسعار بين كان خيرك اليوم بين العيشة في إيطاليا والعيشة في تونس شنو تختار؟ تونس نتاع فاكونس وترجع لروحك. علاش نسمعوها برشا الجملة هذه؟ خاطر غادي المعيشة تلقى روحك فهمتني في المعيشة وفي الصغار وفما معناتها كل شيء تو مثلا بنتي في الروضة ما نخلصوش غادي هنايا ليش غطري بليش هنايا كل شهر تخلص المعيشة غالية وكهو أكثر من هكا ما نجمش ما تخافش اليوم هوية ولادك التونسية ودينهم يضيع شوية في الإيطالي والله هنا نحن واقفين معاهم تربي ما يا شيء فهمتني يا احنا واقفين معاهم نعلموهم كل شيء تجيك بنتك ساعات تقول لك ماما علاش ما نعملوش كريسماس ماما علاش ما تقوليش خاطر سنسها من الازيل وما تقوليش جمله يعرفوا الدين المسيحي ما يمشيلوش جمله يمشيوا يقراوا اخرين قصص ولاحظنا اللي برشا معناتها صغار تلقاهم ميم با يعرفوا يحكيوا تونسي امهم وابوهم يبداو تونسي ليه نحكي معاهم في الدار كان بالتونسي هانم ما شاء الله عليهم يحكوا بالتونسي بالكدي بالكدي ما شاء الله هاي يحكيوا بالتونسي بالكدي بالكدي خاطر عائلتي وعائلة راجلي الكل معناتها لازمهم يحكيوا بالتونسي بالكدي غاديك فاميليتنا الكل في تونس قداش عندكم في ايطاليا؟ عندي 10 سنين انا رجلي ما شاء الله وزوجك؟ 20 عام عشت غادي انت يا؟ قداش عمرك طلعت لايطاليا؟ 19 سنة قول لي ساعة طرق شرعية ولا غير شرعية؟ غير شرعية حارف يعني؟ اي حارف قداش؟ شريك ظلم افضل في تحارف كيفاش كانت الحرقة؟ قعدت 3 سنين وعملت وراق وبشوي بشوي من 2005 بدون لسان مشيت وقداش كانت وقتها الحرقة؟ مليون اي حرقت مليون ونص هكا بكري 2005 قد تخدم عليهم؟ فين هني في تونس قعدت شي عامين باش صورت تخدم عامين مليون لا مش نخدم انا نخدم عندي بابا نخدم في الفلاحه هكاك فهمت اللي هو مد الفلوس هو مد الفلوس وقلت لهم قبل ما تخرج معناتها راني حارق ولا قلت لهم وكنت ضامن يعني حاجه هكا كونكريت في يدك متى ضامن خدمه غادي ولا عطيك توصل وكهو وما حرقتش من تونس حرقت من ليبيا مشيت لا مشيت انت حرقه سبيسيال مشيت لليبيا وبعد من ليبيا حرقت لامبادوزا اي حي اخواتنا الليبيه في زوار اي توانسه ومغاربه وجزيريه يمكن شقف اللي حرقنا فيه في 150 140 واحد فاك البريود 2004 2005 كلهم يعرفوا مغادي من ليبيا وبوراقك تو امورك مريقله ولا كيف؟ تو صافا الحمد لله بالريزيدونس وناسيوناليتي لا اي اي تو هيك بيرماس وكارت دي ساجورن وصغار مولودين غادي الحمد لله يا رب الحمد لله اي ندمت ولا لا؟ إيه لا بالعكس انا ندمت الحمد لله يا ربي كونت روحي عملت دار عملت فاميلي عرست خدمت نخدم انا غادي نخدم بالحلال اول ما طلعت شنو خدمت؟ خدمت بها خدمت في الفلاح في المرمى في الفلاح اي حكايه نخدمها يا اخي الواحد باش يمشي يا اخي برشا قول لي الحقيقه انا ما خدمتش فلاحه لا انا جربت كل شيء ومن بعد انا خدمت في بعرق جبيني خدمت في الفلاحه خدمت في المرمى خدمت فهمتني هيك هي يا اخي اش نكذب عليك علاش مش نكذب عليك الحمد لله يا رب ديما نخدم بالحلال وكونت روحي بالحلال
امن وبعدك روح. ما اغرتكش هكا طرق الانحراف؟ لا لا برشا تجيني برشا فرص اكيد. يجي يخدم معانا وعندي حتى ولاد بلاد ولاد ويقول لك اليو انا باش نقعد شهر باش نلمد 1000 غو ولا قداش انا في نهار نجم نجملهم. والبلاصه اللي نخدموا فيها نحن ما فماش ثم ربي الخدمه هذه نحن ما عندناش. الواحد يمشي يخدم بالاحلام ويجي لا يوصل. ما خفتش انت قلت لنا هذا نمشي له لايطاليا يضيعني؟ لا لا ما خفتش خاطر تاكدت منه عملت له ريسيرش. لا لا ما وقعدنا مخطوبين عامين ومشيت لعائلته وناس دافين وعاقلين. لا لا ما كي هو معناتها خطبته قبل الحرقه قبل ما حرق ولا بعد؟ لا لا بعد ما حرق هو كي جاء اول مره بأوراقه كي ساعه تعرفت عليه كيش تعرفت عليه ساعه؟ والله في ثنيه هكاك مكتوب ربي. كيفاش في الثنية؟ في الثنية خلط علي قال لي اعطيني نمروك اعطيته نمرويا وهكا وبعد... قال لك اعطيني نمروك اعطيتي نمروك ماذا شنو فرصة لا تعاد. شنفلت ومالا قاو خذي. كيفاش قال لك اول حاجة قالها لك على السلامة انا نسكن في ايطاليا اعطيني نمروك؟ اللي ما الكرهبة عاد الكرهبة ترقى ايطاليا مالا شنو شفلتها مالا 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 وينك؟ اسمعني قلت لي انت كي شفت الكهرباء قلت امور الماديه مريبله. لا سبعة اي قلت يا تشبي علاش لا نعطي نمرو يحكينا وبعديك تعرفنا خرجنا قداش من مره وبعد جاب دارهم هو كيش يرجع قعدنا قعد شهر ورجع لايطاليا جاب دارهم اخذاني وبعديك رجع وبعد جينا جي بعد عام عملنا فيونساي وكتبنا صداق ومن بعد العام هذاك حضر لي الاوراق ومن بعد عرسنا. ما خفتش تطلع جوست تامعه في الاوراق في ايطاليا؟ لا 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 طبعا في الاوراق اخي انا واخذها مانيش واخذها الاطماع انا صي وصلت وصلت لك السن هذاك حبيت الواحد تستحسن يستحسن ولا عندي العزيز اولادي هنا كل خذ امراه عرس خذ امراه عرس ونجيني اي يجي نقول لك يجي عندك الزين الكل في ايطاليا والبنات ما شاء الله والخير والزين وفي تونس. كيفاش اخترت هي تونسيه حره؟ انا محافظه وعندي بابا ماك محافظين ما نصورش. كيفاش الساعه نهارتها كيفاش خطرت لك شنو عجبك فيها كي ريتها؟ شفتها هكاك انا ديما ديما تتساوق كنت عازب واحد هي مرحة من الخدمة عجبتني كلمتها والسنة رفضت من الضربة الأولى من الضربة الأولى قلت لها اعطيني نمرك اعطتك نمرها الضربة الأولى خدت السنة وبشوي بشوي تعرفنا على بعضنا والحمد لله يا رب ومشيت للدار وما شاء الله توعدكم بنيات ثلاث بنيات بارك الله ايش سعد يتقش على ايطاليا ايش المامات هاد حسها هذوما البابات وهي المامات عسلام عسلام شحوالك لاباس شكون تحب اكثر ماما ولا بابا الزوز الاكثريه الاكثريه شكون اللي يشري لك ويدال لك بابا بابا تحبوا برشا انت شنو يشري لك بابا حاجات شنو حاجات كيما شنو الحاجات طب انت تحس روحك ايطاليه ولا تونسيه ما نعرفش تونسية تونسية ولا تونسية حرة حشامة أول مرة نتفرج فيها كيفاش عدات الفاكونس في تونس؟ والله تعدات مزيانة على الأخر فرهتنا بلادنا نجيو نعرفوا صغارنا بالبلاد باش يكتشفوا زيتهم الجربة وزيتهم السوسة وزيتهم ديما باش باش ديما يحبوا بلادهم ونحكوا لهم على بلادهم فما والحمد لله يا ربي فهمتي بلادنا سمحة أما أنا هنا شوية يعطيكم الصحة إن شاء الله ديما نسمع لكم أخبار مزيانة وما شاء الله ربي يخلي لكم الصغيرات وربي